في مجدليون بحثت نائبة بهية الحريري مع راعي أبرشية صيدا للروم الكاثوليك المطران إلي حداد في أوضاع صيدا والتطورات التي شهدتها أخيرا، إضافة إلى سبل إبعاد شبح التوترات عن المدينة وجوارها. وقد دعا حداد في هذا الإطار إلى أين يكون في صيدا إلى أن يكون في صيدا لقاء تشاوري واحد. نحن مستعدين كرجال دين كفعاليات مسيحية ورجال دين يمكن مسيحية ومسلمين أن نشارك مع جميع الفرقاء في حوار مفتوح بناء لسلام المدينة. طبعا الخطاب يلي عم بينحكى فيه ببعض الأحيان خطاب تأججي واستفزازي، بدنا ننتبه له جدا الخطاب، لأنه عم بيوتر الساحة وعم بيجيب أحداث سورية على لبنان.